حاولنا في العرض السابق إيجاد ميل منحنى على نقطة معينة، والطريقة التي استخدمناها قد قلنا حسناً دعونا نجد الميل بين تلك النقطة ونقطة أخرى لكنها ليست بعيدة جداً عن تلك النقطة، ووجدنا الميل للخط القاطع وأنه يظهر بشكل ممتاز، لكن هذا عبارة عن قيمة y للنقطة التي ليست بعيدة جداً، وهذه هي عبارة عن قيمة نقطة y لنقطته التي في السؤال. إذن هذا هو مقدار التغير في y، ومن ثم تقسم هذا على التغير في x. إذن في المثال الذي قمنا بحله كان h عبارة عن الفرق بين قيمتي x اللتين لدينا، هذه المسافة كانت h وذلك أعطانا ميل هذا الخط. لقد قلنا مهلا ماذا لو أخذنا النهاية، كلما اقتربت هذه النقطة أكثر من هذه النقطة، إذا تحولت هذه النقطة إلى هذه النقطة بالتالي سوف يصبح الميل ميل الخط القاطع هذا، وعرفنا ذلك على أنه الخط القاطع للاقتران الذي لدينا، قلنا أنه يساوي الفتحة للإكس. إذن دعونا إذا كان بالإمكان أن نطبق هذا في هذا العرض لكي ربما نجعل الأشياء راسخة أكثر في أذهاننا. دعوني أقوم بحل المثال الأول. في البداية سأقوم بحل حالة معينة بحيث أريد أن أجد الميل على نقطة ما، لذا دعوني أرسم المحاور مرة أخرى. دعونا نرسم بعض المحاور هناك. لنفترض أن لدي منحنى، هذا هو المنحنى y تساوي x تربيع، إذن هذا هو محور y، هذا هو محور x، وأريد أن أعرف ميل النقطة x تساوي 3. عندما أقول الميل فيمكنك أن تتخيل خط قاطع هنا، يمكنك أن تتخيل خط قاطع مثل هذا وبالكاد يلامس المنحنى على تلك النقطة، لكن ما هو ميل ذلك الخط القاطع؟ ما هو ميل ذلك الخط القاطع الذي هو نفس ميل المنحنى على تلك النقطة؟ ولكي نقوم بذلك فسوف أستخدم هذه التقنية التي استخدمناها سابقا، ومن ثم سوف نعممها لكي لا يتوجب عليك أن تستخدمها في كل مرة لأي عدد معين. إذن دعونا نأخذ نقطة ما هنا، دعونا نسمي هذا 3 زائد دلتا X. إنني أغير التعبير لأنه في بعض الكتب سترى H وفي بعض الكتب سترى دلتا X، فليس من المتعب أن نتعرف لكليهما. إذن هذا 3 زائد دلتا X. أولا ما هي هذه النقطة الموجودة هنا؟ إنها منحنى Y يساوي X تربيع، إذن F X يساوي 3 تربيع، هذه هي النقطة 9، هذه النقطة 3 مع 9، وما هي هذه النقطة الموجودة هنا؟ فإذا أردت أن أذهب وصولا إلى هنا ما هي تلك النقطة؟ حسنا هنا تقع 3 زائد دلتا X، إنها تعادل تلك الموجودة هنا كلما X لا تساوي H. لا يمكنني تسمية هذه 3 زائد H بهذه السهولة، إنها 3 زائد دلتا X. ماذا ستكون قيمة Y؟ حسنا مهما كانت قيمة X فإنها تقع على المنحنى، ستكون مربع ذلك، ستكون عبارة عن النقطة 3 زائد دلتا X تربيع، 3 زائد دلتا X تربيع. إذن دعونا نجد ميل هذا الخط القاطع. ودعوني أقرب قليلا لأن ذلك ربما سيساعد، فإذا قربت هذا الجزء من المنحنى فسيبدو بهذا الشكل، ومن ثم لدي نقطة هنا، ثم لدي نقطة أخرى في الأعلى هنا،
ذلك هو الخط القاطع. هكذا، تلك كانت النقطة هنا، أي النقطة 3 مع 9. ومن ثم فإن هذه النقطة هي النقطة 3 زائد دلتا إكس، إذن عبارة عن عدد ما أكبر من 3، ثم سيكون مربع ذلك العدد، أي سيكون 3 زائد دلتا إكس تربيع. كم يساوي ذلك؟ إنه يساوي 9. إنني أستخدم فويل، أو أن تستخدم خاصية التوزيع مرتين، A زائد B تربيع يساوي A تربيع زائد 2AB زائد B تربيع، إذن سيساوي 9 زائد 2 ضرب حاصل ضرب هذه الأشياء، زائد 6 دلتا إكس زائد دلتا إكس تربيع. ذلك هو إحداث الخط الثاني. إنه يبدو معقدا، لكنني أخذت قيمة إكس هذا وقمت بتربيعها لأنها تقع على الخط ويساوي إكس تربيع. إذن ميل الخط القاطع سيكون عبارة عن التغير في واي تقسيم التغير في إكس. إذن التغير في واي عبارة عن قيمة واي تلك 9 زائد 6 دلتا إكس زائد دلتا إكس تربيع. تلك هي قيمة واي هذه ناقص قيمة واي هذه، أي ناقص 9. ذلك هو التغير في واي، وتريد أن تقسم ذلك على التغير في إكس. حسنا، ما هو التغير في إكس؟ في الواقع سيكون مناسبا جدا، قيمة إكس الكبيرة هذه، بدأنا بهذه النقطة في الأعلى، لذا علينا أن نبدأ بهذه النقطة في الأسفل، ستكون 3 زائد دلتا إكس. ثم ما هي هذه القيمة؟ ما هي -3؟ إنها قيمة إكس. إذن إلى ماذا يبسط هذا؟ البسط هذه 9 وتلك 9 يتم حذفهما، ونحصل على 9 ناقص 9. وفي المقام ماذا يحدث؟ هذه 3 و -3 يتم حذفهما، إذن التغير في إكس ينتهي به المطاف ليكون دلتا إكس، وهذا منطقي لأن دلتا إكس هذه تعبر عن مقدار كبر هذا أكثر من ذلك، هذا يجب أن يكون مقدار التغير في إكس أي دلتا إكس. إذن ميل الخط القاطع يبسط إلى 6 ضرب دلتا إكس زائد دلتا إكس تربيع، وكل ذلك مقسوما على التغير في إكس. والآن يمكننا أن نبسط هذا أكثر، دعونا نقسم البسط والمقام على التغير في إكس، وسوف أبدل الألوان لكي أخفف من الرتابة. إذن ميل المماس للخط القاطع الذي يمر بكليهما يساوي، إذا قسمت البسط والمقام فإنه يساوي 6، إنني أقسم البسط والمقام على دلتا إكس، 6 زائد دلتا إكس. إذن ذلك هو ميل هذا الخط القاطع، إذن الميل يساوي 6 زائد دلتا إكس، 6 زائد دلتا إكس، أي عبارة عن هذا، إنه هذا الخط الأحمر الذي قد رسمته هناك. إذن هذا العدد الموجود هنا، إذا كان دلتا إكس، إذا كانت هذه النقاط 3 و4، بالتالي فإن الميل سيكون 6 زائد 1، لأنني أختار النقطة 4 بحيث دلتا إكس هنا تكون 1، الميل سيكون 7. لدينا صيغة عامة مهما كانت دلتا إكس، يمكنني إيجاد الميل بين 3 و 3 زائد دلتا إكس،
بين هاتين النقطتين. الآن نريد إيجاد الميل على تلك النقطة بالضبط. دعونا نرى ماذا سيحدث عندما تصبح دلتا إكس أصغر فأصغر. هذا هو ما عليه دلتا إكس الآن، إنه عبارة عن هذه المسافة. لذلك إذا كانت دلتا إكس أصغر بقليل، بالتالي فإن الخط القاطع سيبدو هكذا، سيصبح أصغر. الخط القاطع سيبدو كذلك، سيصبح أصغر، بالتالي نكون قريبين من ميل الخط القاطع. الخط القاطع عبارة عن هذا الشيء الموجود هنا والذي أريد إيجاد ميله. دعونا نجد نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. إذن نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر لميل الخط القاطع. لستة زائد دلتا إكس كم تساوي؟ إن هذا مباشر جدا، يمكنك أن تضع أن هذا يساوي صفر وأنه يساوي 6. إذا ميل الخط القاطع على النقطة X يساوي 3 هنا، يساوي 6 هنا. وطريقة أخرى يمكنك كتابة هذا بها هي إذا كتبنا أن F الـ X تساوي X تربيع. نحن نعلم الآن أن مشتقة أو ميل الخط القاطع لهذا الاقتران على النقطة 3، أنا فقط قيمته على النقطة 3 هنا، إن ذلك يساوي 6. لم أقم بعد بإعطاء صيغة عامة لميل الخط على أي نقطة، وسوف أفعل ذلك في العرض التالي. إلى اللقاء.